تعالوا بقى نروح لخبر حزين جدا. الاهلي يعزي الاسماعيلي في وفاه طارق الوحش. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه وقطاعات النادي الاهلي الرياضيه تقدمون بخالص التعازي للنادي الاسماعيلي ومجلس ادارته وجماهيره في وفاه الكابتن طارق الوحش لاعب النادي الاسماعيلي السابق الذي وفاته المنيه، داعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بخالص رحمته ويدخل فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون. طبعا احد نجوم الكرة المصرية وأحد نجوم نادي الإسماعيلي في الجيل الذهبي للنادي الإسماعيلي كابتن طارق الوحش، كل التعازي لأسرته وكل التعازي لجمهور نادي الإسماعيلي. وطبعا والد عمر الوحش ولاعب الاتحاد السكندري ربنا يصبره ويعزيه، بنعزي الأسرة كلها يا رب.